أحبائنا المشاهدين في كل مكان في العالم، برحب بيكم أجمل وأروع ترحيب في اسم ربنا يسوع المسيح، وحلقة جديدة وحراس على الأسوار. النهاردة الروح القدس إحنا على موعد معاه إنه يباركنا ويتمجد معانا ويدينا مسحة وقوة، وكل ده هيوصل لكم عبر الشاشات في اسم الرب يسوع. بيشرفني يكون معايا في الحلقة النهاردة ضيف غالي عزيز على قلوبنا جدا، أول مرة أتعرف به، القسيس توفيق دانيال. أهلا بيك قسيس توفيق، أنا مبسوطة جدا أني بتعرف على شخصية رائعة مثلك. أهلا وسهلا. أهلا بيك يا أختي سلوى، وأنا اللي مبسوط جدا وبشكركم لأجل الدعوة الكريمة. الرب يباركك. وبنصلي من أجل قناة الكرمة. أمين. دائما تكون كرمة مثمرة في اسم في كل برامجها، في كل أنشطتها، في كل برنامج بتقدمه لايف بتذيعه في اسم يسوع. ربي يبارك حضرتك. امين. وانا لسعيد اكون في صحبتكم وفي البرنامج الرائع والاخت شيرين زكريا. امين. ربي يبارك. ربي يبارككم. ربي يبارك. القسيس توفيق راعي كنيسه النعمه بحدائق المعادي في القاهره، وجاي زيارة لكاليفورنيا، وإحنا الحقيقة استمتعنا بيه من خلال الخدمات اللي سمعناها على الفيسبوك في اجتماعات كتيرة، والأخ صامويل قدمه لنا في البرنامج، وده شرف كبير إنه يكون معانا النهاردة. أحبائنا المشاهدين، ما زلنا في السلسلة بتاعتنا وعود الله وصاياه، والنهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا، وهي نجاح البناء من إله السماء. البناء ممكن ينجح، بس ينجح بإذن منه وفي تصريح منه. قبل ما نتكلم عن موضوعنا، طبعا برحب بالمرنمة الرائعة شيري. أهلا بيك يا شيري، ربي يباركك ويبارك مسحته فيكي ويعظم عمله أكتر فيكي في اسم الرب يسوع. أمين يا أختي سلوى، مبسوطة أبقى معاكي ومع القسيس توفيق. كل المشاهدين، فرصة جديدة نقضيها عند أقدام الرب. أمين. أمين. أمين في اسم الرب يسوع. وحنتكلم عن نجاح البناء من إله السماء. لكن قبل ما نتكلم في الموضوع بتاعنا، لازم بنصلي لأجل دولة من الدول، وإحنا في الدول العربية في قارة أسيا شغالين، والنهاردة هنصلي لأجل السعودية. رب يفتقد السعودية ويكون معروفا هناك، زي ما قال الكتاب، ويكون الرب معروفا في يهوذا، يكون الرب معروفا في السعودية، ويفتقد السعودية، ويكون لها زمان افتقاد في هذه الأيام. إجمالي عدد سكان السعودية مع المقيمين فيها 36 مليون نسمة تقريبا. عدد السعوديين الأصليين 18 مليون و8 من عشرة، بنسبة 58.4% من إجمالي عدد السكان، بينما يبلغ عدد غير السعوديين 13.4 مليون، 13 مليون نسمة واربعة من عشرة، بنسبة 41.6% من إجمالي عدد السكان. عدد المسيحيين في السعودية حوالي 2 مليون نسمة، وتعتبر الجالية الفلبينية من أكبر الجاليات المسيحية هناك، وهناك عرب وأجانب كثيرين يعيشون ويشتغلون في السعودية ومقيمين هناك. لكن هنصلي إن الرب يوصل للسعودية وفعلا يكون زمن افتقادها في هذه الأيام في اسم الرب يسوع. لكن أيضا حنصلي لأجل مرض مزمن، وهي أمراض الكبد ومشاكله. الكبد حساس جدا وليه أمراض كتيرة ومشاكل كتيرة، ومكلف علاجه جدا. من ضمن هذه الأمراض التهاب الكبد الفيروسي، تضخم الكبد، الكبد الدهني، تليف وتشمع الكبد، فشل الكبد، ثم سرطان الكبد. نجحت جراحة زرع الكبد لكنها مكلفة تكاليف باهظة جدا. لكن خلونا نسمع ترنيمة مع شيري
ونصلي مع شيري ومع القسيس وأنا أصلي كمان علشان الرب يدينا وقت رائع مبارك في اسم الرب يسوع. تفضل يا شيري. يا رب ما أحلى الحياة قربك فعشرتي بشخصك تلذلي. نعم يا رب. تعالوا نصلي الرب يفتح العينين والقلوب والودان تسمعه. هو الطريق وهو الحق وهو الحياة هو المخلص. يا رب كم أنت حلو لحياتي يسوع، أبهكت قلبي ومسحت للدموع، من لي سواك في السماء أرتجي. تعالوا نرنم مع بعض. الوجود والحياة بالقرب منك يا رب، شبع جود ارتوى نور للعينين يا رب، إشراقة شمس البر يا رب، احنا بنرفعك يا رب، احنا بنمجد اسمك، احنا جايين متكلين عليك، احنا جايين نصرخ ليك ونقول لك انت احلى ما في الحياة. يا رب بنشكرك لانك ملجأ لنا يا رب، لانك إله السماء العلي القدوس اللي بتسكن مع المتواضعين والمنسحقين، انت وعدت انك تحيي ارواحهم يا رب. نعم نشكرك لانك في المكان المرتفع هللويا المقدس يا رب تسكن، لكن مع روحك يا رب مع المنسحق، مع اللي طالبك، مع اللي متعلق بيك، مع اللي جاي يقول ليس لنا سواك يا رب. اشكرك انت سندي وقوتي يا رب، في الضيق كنت عونا لنا. جايين يا رب نعلن انك اله امانه لا جور فيك.
جايين مصممين ومكملين ان احنا نتبعك اينما تمضي يا رب. اتبعك بكل القلب يا رب. يا رب بنشكرك من اجل الدعوه اللي دعوتنا بيها يا رب، دعوه مقدسة يا رب، مش بمقتدى يا رب أعمالنا ولا صلاح فينا، لكن ببرك بمشورتك وبصلاحك وبأمانتك يا رب، من أجل أفكار قلبك يا رب اللي هي خير وسلام لأولادك يا رب. إحنا جايين نرفعك النهاردة، جايين نخضع ذواتنا ليك يا رب، جايين نقول لك يا رب كل أعواز شعبك يا رب، كل أعين شعبك يا رب نحوك، أنت المخلص، أنت الفادي، أنت الينبوع شكرك. والصخرة اللي بتروي كل عطش لينا في البرية دي يا رب. يا رب جايين نرفع بين ايدك شعب يا رب السعودية يا رب، تاخد طريقك يا رب للقلوب ديت وللبلد دوت يا رب. ليك ركب وليك نفوس يا رب غالية عليك جدا، افتديتها بدماك. بنعظمك 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 لأنك لا تعدم وسيلة أنك توصل لها يا رب، انك تكشف مين انت يا رب. يا يسوع بنباركك ومصدقين في كلمتك الصالحه اللي بتنجح فيما ارسلتها يا رب. يا يسوع يا رب، اللي فوق افكارنا وفوق ما نقدر نصلي بيه يا رب، بالجسد المحدود والعقل والذهن يا رب المحدود، لكن بنشكرك من اجل الروح القدس اللي بيشفع فينا بانات لا تنطق يا رب. جايين نرفعك وجايين نقول لك اسمك يا رب في البلد دوت يا رب، على الشعب ده وعلى الانيه المختاره يا رب اللي انت قدستها ودعوتها بالبر. يا رب بنباركك بنباركك وبنطالبك بيها يا رب. الكنيسه كلها جايه تتضرع اليك في ايام اخيره جدا 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 يا رب. يا رب جايين نقول لك كمل عدد كنيستك يا رب، كمل عدد كنيستك، ارواحنا اشتاقت ليك. أيوة. الروح والعروس بيقولوا تعالى تعالى تعالى، كل من يسمع تعالى يا رب، لان البريه صعبه قوي ولان نفوسنا اشتاقت وطاقت عليك جدا يا حبيبي. حبيب نفوسنا، حبيب نفوسنا، مخلصنا، فدينا، راعي نفوسنا واسقفها. ليك كل المجد يا رب، ليك كل السلطان يا رب. جايين بالمرضى يا رب، بالحالات الصعبة في الكلى يا رب والكبد يا رب، جايين نقول لك تحنن يا رب، تحنن تحنن يا رب، سواء بالشفاء أو سواء أنك ترحم يا رب ولادك. قول كلمتك يا رب، قول كلمة، قول كلمة يا رب، منتظرينك يا رب. فيك النعم وفيك الأمين، أنت الإله الذي لا يخزى منتظروك. عينينا نحوك وقلوبنا هتفضل مستنياك ومتعلقة بيك، لا خلاص بعيد عنك وعن دمك وعن صليبك يا رب. شكرا شكرا، مبارك اسمك من الآن وإلى الأبد. أمين أمين. مبارك اسمك. تفضل يا حبيب. يا رب يا رب من كل قلوبنا بنشكرك بنعظمك. نعم. بنباركك لأن ليك في الموت مخارج. حبيبي شكرك. بنعظمك لأنك تقدر تفتح طريق. أيوه. وتفتقد يا رب السعودية. يا رب يا رب تقدر تأتي بالمعينين للحياة الأبدية. اسم يسوع يا رب. تقدر بنعمتك تغطي المكان ده يا رب. وتقدر برحمتك تترأف. بنصلي يا رب أنك تطلق كل المقيدين في قبضة الشيطان يسوع، وأنك تتلف النير من على عناق النفوس. أيوة يا رب. وأن يبصر خلاصك في كل نفس. يا يسوع أنت عينتها للحياة الأبدية. افتح العيون. بنؤمن يا رب أن ما فيش قدرة بعد قدرتك، فمتى جاء من هو أقوى منه. أيوة. حينئذ يربط القوي. يس. نصلي يا رب أن كل أرواح شر تربط في هذه البلاد باسم يسوع يا رب، وأنه تطلق يسوع. النفوس المقيدة باسم يسوع، وأن تنهب غنيمة العدو، وأن يا رب يبصر خلاصك كل إنسان. يا رب واللي يصعب على الجميع يا يسوع. أيوة. يبقى عندك مستطاع. عيوننا وأذهاننا بالجسد نقول صعب، لكن بالروح نقول ويصير ذلك يسيرا في عيني الرب. أيوة يا رب. أيوة يا رب. أنت تقدر. أيوة. أنت تقدر. أنت تقدر أن تتسلل كلمتك إلى هناك. نعم يا رب. وأنك تصل بسلطانك، وأنه يذاع اسمك.
فأنت لا تعدم وسيلة. بنصلي يا رب في اسم الرب يسوع المسيح افتقاد لهذه البلد يا رب، لحكوماتها وسياساتها وعلاقاتها، والنفوس تطلق فسريعا يطلق المنحني. نعم نعم. بنصلي يا رب لأجل أمراض الكبد. أيوة. اللي سمعنا بالتنوع بتاعها ومش جديد عليك، مش جديد عليك، مكتوب عنك في إنجيل لوقا إنك شفيت المستسقي. نفس نوع المرض الكبد، لكننا نؤمن يا رب إن كانت أنواع الإصابات بتختلف لكن الشفاء في شخص واحد هو جلالك. جايين بنقول لك قل كلمة، قل كلمة لراحة النفوس بالطريقة وبالأسلوب اللي يحلو في عينيك، بلمسة، بعملية، بكلمة، بعلاج. أنت ليك يا سيدنا الرب، عند الرب السيد للموت مخارج. حط مخارج للنفوس دي يا رب، وتتعدد وتتنوع مخارجك، لكنك لا تقف عاجز في اسم الرب يسوع المسيح، ولك كل المجد. أمين. يا رب بنبارك اسمك القدوس المبارك وبنعظمك أيها السيد الرب، لأنك إله رائع، لأنك إله عظيم، لأنك إله قادر. أنت كلي القدرة، من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟ ليك كل المجد يا رب. بنعظم الاسم الحسن العظيم اللي دعي علينا، وبنشكرك لأنك أنت سامع الصلاة، إليك يأتي كل بشر. نشكرك لأنك تسمع صلاتنا الضعيفة وتقول لنا أسمعيني صوتك، أريني وجهك. نشكرك يا رب لأنك فعلا إله أمانة. مكتوب عنك الغارس الأذن ألا يسمع، الصانع العين ألا يبصر. مبارك اسمك يا سيدنا الرب. بنيجي قدامك يا رب علشان تعطينا نعمة، تعطينا قوة، تعطينا رفعة، تمشينا فوق المرتفعات يا رب، وتعطينا فعلا أن نرتقي أعلى الأسوار التي تضعنا نحن عليها يا سيدنا الرب، ونقول الذي يمشيني على مرتفعاتي ويجعل قدمي كالأيائل. ليك كل الشكر والحمد. بنأتي أمامك يا رب مع كل الذين ينظرون، مع كل الحراس اللي على الأسوار الذين يتضرعون معنا ويتشفعون معنا لأجل السعودية، ليعرف اسمك هنا يا رب. عرف من هو يسوع الذي أحبهم وأسلم نفسه نيابة عنهم لكي يخلصهم من عبودية الخطية وينقلهم إلى ملكوت ابن محبته في اسم الرب يسوع. يعرف اسمك هناك يا رب، يعرف اسمك هناك، يعرف شخصك هناك. حرر قيود، فك قيود يا رب، افتح عيون، افتح أذان، افتح قلوب، وعرف من هو شخصك المحب الذي مات من أجل خطاياهم وأقيم لأجل تبريرهم. يا رب بنصلي لأجل هذه الدولة أن تفتقدها افتقاد غير عادي، وتمر فيها شارع شارع يا رب، وحارة حارة، وميدان ميدان يا رب، وفعلا تأتي بالمعينين للحياة الأبدية يا ابن الله الحي. كما نصلي يا رب لأجل مرضى الكبد، يا رب افتقد المساكين مرضى الكبد، يا رب اتحنن عليهم يا رب، لتخرج قوة من جلالك لشفائهم. أنت ترسل كلمتك لشفاء الكثيرين، تعالى يا رب واشفي كثيرين يا رب. لا حول لهم ولا قوة، وبيقولوا لك ماذا نفعل يا رب. فعلا يا رب هما في حيرة لا مثيل لها، والعلاجات صعبة جدا، وأحيانا لا تجيب نتائج، لكن أنت الإله القادر الذي قلت بفمك الطاهر فإني أنا الرب شفيك في اسم يسوع. اشفي كثيرين، اشفي كثيرين، أقم من على الأسرة والمستشفيات كثيرين، فيرجع المجد لجلالك يا ابن الله الحي في اسم ربنا يسوع المسيح. نترجى وجهك في السعودية وفي مرضى الكبد، لك الكرامة والمجد إلى الأبد. آمين. 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 مبارك اسم الرب.
مبارك اسم الرب لأن هو سامع الصلاة وإليه يأتي كل بشر. نعم. وقد أتينا إلى وعود الله ووصاياه، وطبعا البناء اللي ناجح مش هيكون غير من عند إله السماء. نجاح البناء مش هيكون غير من إله السماء. وفعلا الموضوع اللي حطه على قلبك الروح القدس ده رائع جدا يا حضرة القسيس. بس أنا عايزة أقول يعني البناء ده قصة تاريخية، يعني إيه علاقتها بحياتنا الروحية؟ يعني قصة بتاعت نحمية وبناء الأسوار وكده، ده موضوع يعني قصة لذيذة معبرة تاريخية مبهجة. دي إيه علاقتها بينا؟ الحقيقة قبل ما أتكلم عن فكرة البناء وإله السماء، عايز أشيد بعنوان البرنامج نفسه قبل ما أتكلم عن عنوان الحلقة. لأن رائع اللي الرب ادهولكم في يوم من الأيام لما بديتوا البرنامج، أن يكون في حاجة اسمها حراس على الأسوار. وأعتقد فكرة متاخدة من كلمة الرب من أشعياء 62 لما الرب بيقول على أسوارك يا أورشليم أقمت حراسا إدرهم لا يسكتون. لا يسكتون، يقول الرب لا يسكتون كل النهار وكل الليل على الدوام. أختي سلوى، في حياة المؤمن أقدر أقول بإيجاز وإنجاز ثلاث أسوار على الأقل، أو ثلاث أنواع في التعامل مع الأسوار. بما أننا بنتكلم في حراس على الأسوار، في سور محتاجين يتهدم، وفي سور محتاجين يتبني. أيوه. وفي سور محتاجين نحرسه. أيوه. فدول ثلاث أسوار. السور اللي محتاجين أن يتهدم اللي وارد الكلام عنه في سفر يشوع. أيوه. لما الرب وعدهم بأرض تفيض لبن وعسل، الأرض دي كانت وعد من الرب، وعد من الرب لموسى، يقولها له أربع مرات في سفر الخروج. أأتي بكم إلى أرض تفيض لبنا وعسل، يعني الخير وفير، ودي أرض المراس، الأرض اللي الرب وعد شعبه هدها لكم. بس بعد ما مشوا في البرية لمدة 40 سنة واقتربوا من الوعد، وقف حائل بينهم وبين الوعد، أسوار أريحة. أريحة طبعا. وكتير في حياتنا أخت سلوى يا أخت شيرين، وإحنا بنقرب من مواعيد ربنا، وإحنا بنقرب من الامتلاك، وإحنا بنقرب من اللي الرب عايز يدهولنا وعلى قلبه يدهولنا، بنلاقي في حاجة واقفة منعة قدامنا، حواجز، حاجز عايز يمنعنا، حاجز عايز يرجعنا، حاجز عايز يكسرنا. أيوه. أو يخلينا نفشل ونضعف. لكن روعة الرب أنه ادى الوعد وهو ينجز الوعد. أنجزت وعدك لأنك صادق. الله صادق ولسه بيوعد ويوفي. يدي حلاوة من الجافي. وعد أنها عد بيكم. وقف حائل بينهم وبين الوعد السور، وكان السور ده لازم يسقط، والرب عملها. أسقط الأسوار، وأسقطها بطريقة عجيبة، مش استراتيجية عسكرية أبدا بشرية. يعني الاستراتيجية العسكرية البشرية تقول أنك تريح العساكر أو تقوم بتدريبات ليهم علشان لما يدخلوا يقدروا يقتحموا. لكن الرب يقول لهم لفوا 6 مرات 6 أيام، وفي اليوم السابع 7 مرات، يبقى عدد وإجمالي عدد الدوران حول السور 13 مرة. أعتقد استراتيجية تخلي الجنود يفشلوا ويضعفوا. طبعًا. لما احنا نلف في مدينة 13 مرة في 7 أيام، كل يوم في 6 مرة واليوم السابع 7 6 و7 13، هتسلمنا ليهم منهكين. طبعًا. هتحطنا في المدينة متدمرين، هيكسرونا. لكن وكأن الرب يقول أنا عايزكم بضعفكم، علشان لما تسقط الأسوار ما فيش واحد يشاور على نفسه. صح. ويقول لي القدرة ولا المجد. أيه. أمال ليه المجد؟ هو المجد لي. ياما مرات وصلنا الرب لحالة الإنهاك والإعياء. أيوة. لكن ونحن في الإعياء والإنهاك والتعب الشديد يسقط أسوارنا من أمامنا، علشان نقدر نعبر ونمتلك مواعيد الله. نفسي أشجع كل حد بيسمعنا، نفسي أشجع كل حد بيشوفنا. يمكن بينك وبين الوعد خطوات، بينك وبين المواعيد وأرض الامتلاك عرض السور. أنا عارف أن السور كان عريض، يقولوا أنه كان بيعدي توي، يعني عربيتين رايح جاي ماشي. بس مهما كان عرضه عرض عربيتين، بس يعني بينك وبين الامتلاك عرض عربيتين، 30 متر 20 متر 15 متر، انت اقتربت قبت بين
قوسين هتمتلك. العدو بيقول لك مش هتقدر، قول بنعمة الرب أسواري تسقط النهاردة. yes. وهدخل وهمتلك وعود الرب. Hallelujah. ودي محتاجة منك مصابرة. كمل واجتهد وبنعمة المسيح هتمتلك. ده الصور الأولاني أخت سلوى اللي محتاجين بمننا حراس على الأسوار. الصور الأولاني يسقط فنمتلك. طب والصور الثاني بعد ما ندخل ونمتلك نبني أسوار نحن بقى، نبني السور. وده اللي عمله نحمية لما انهدم السور وسقط السور. ابتدى يشيد الأسوار من جديد ويبني أسوار من جديد. ويمكن هنقف عندها ونقول ايه فايدة طب السور اللي تبني. لكن الفكرة الثالثة اللي هي فكرة البرنامج، مش الحلقة، البرنامج، ان على أسوارك يا أورشليم أقمت حراسا لا يسكتون كل النهار وكل الليل على الدوام. أيوة. اللي بتعملوه في كل مرة وفي كل وقت بتيجوا قدام الرب كل يوم ثلاث وترفعوا قلوبكم، دول الحراس اللي بيرفعوا قلوبهم من أجل أورشليم. ما هي أورشليم؟ شعب الله، جماعة الله، جماعة الله المؤمنين في كل زمان. أيوة. يا ذاكر الرب لا تسكتوا، هو ده كمالة الآية، ولا تدعوه يسكت. يسكت يعني إن سكتنا بيسكت، وإن صرخنا بيتحرك في حياتنا وأرضنا. بس تيجي الآية اللي يمكن ما بنكملهاش، حتى ينبت ويجعل أورشليم تسبيحة في الأرض. يعني هيدي تسبيحة يا أختي شيري، ويخلي الأرض تسبح والشعب الله يبقى نفسه تسبيحة. بس يجي الكلام اللي بعده رائع، حلف الرب بيمينه وبزراع عزته قائلا إني لا أدفع بعد قمحك مأكلا للأعداء. أيوة. خيرك ما يروحش لغيرك. أيوة صح. خيرك يروحش ما يروحش لغيرك. خيرك يا كنيسة، خيرك يا جماعة الله، خيرك يا شعب الرب ما يروحش للأعداء. لو نفتكر في سفر القضاء كانوا كل ما يزرعوا يصعدوا المديانيين. أيوة. يتلفون غلة الأرض. أيوة. وياخدوا كل الخير. فكان خيرهم رايح لغيرهم, لغيرهم. أيوة. لكن الرب بيوعدك تعبك ما يروحش لحد تاني. أمين. صلاتك ما ياخدهاش إبليس، ما يخطفهاش. أيوة. البذرة اللي يزرعها فيك الرب ما يجيش إنسان عدو ويزرع زوان، لكن تكون الحنطة باستمرار في حياتنا. إن الرب بيوعد أنه لا أدفع بعد قمحك مأكلا لأعدائك. هللويا. مش هنكون مأكلا للعدو. أمال مين اللي يشبع ومين اللي يأكل؟ شعب الله. نزرع ونحصد، ويتم فينا اللي اتقال على إسحاق في تكوين 26. أيوة. زرع إسحاق في تلك الأرض فأصاب في تلك السنة. دايما بحب أقولها بكده، في تلك في تلك. أيوة. اتنين في تلك. صح. في تلك في تلك. أيوة. زرع في تلك الأرض فأصاب في تلك السنة. الرب يمتعنا في تلك في تلك، في تلك الأرض اللي نزرعها نصيب في تلك السنة 100 ضعف. ده الصور الثاني، واحد يتهد علشان أدخل، والثاني أبنيه علشان أحافظ. أما الثالث أسهر عليه، على أسوارك يا أورشليم أقمت حراسا. حراسا. بارك اسم مجد للرب. نحن نحتاج أن نكون الحراس. مين هم الحراس؟ القسيس، مقدمة البرنامج، الأخت شيري بس؟ لا. كل مؤمن الرب أقامه حارس. حارسا. حارس عند الأمتعة. وبالمناسبة نصيب الحارس هو كنصيب هو. النازل إلى الحرب. وأنا كلام. بحرس وفي جند بيحارب، اللي بيحارب بيجيب غنيمة واللي بيحرس ليه في الغنيمة. أكيد. ده قانون شرعه الرب على فم داود لما راحوا حاربوا صقلق ورجعوا بالغنيمة اللي اتخذت منهم بعد حريق صقلق. الرب يدين ويدي لكل حد مننا ومن كل المشاهدين. أصلي أن تكون أنت للرب أقامك حارس. حارس إيه هي الأمتعة؟ بيتك، بيتك، زوجتك، زوجك. أنت حارس للزوجة وأنت حارسة للزوج. ونحن حراس كأباء للأبناء. يتقال عن المرأة الفاضلة أنها تراقب طرق أهل بيتها. إذن الزوجة حارسة والزوج حارس. صح. والأباء حراس والأبناء حراس. وكل من عرفوا الرب هدوا قدامهم الأسوار. بيقول ابن النهاردة الأسوار، بس عايزك تبقى في حياتك حارس. يس. مبارك اسم الرب. وفعلا عايز أقول أن في أسوار في حياتنا كمؤمنين العدو بينجح أنه يهدمها.
لو أهملت في عرش النعمة، لو أهملت في قراية الكتاب، لو أهملت في حياتي الروحية، لو كان لي عشراء سوء، لو تراخيت عن الخدمة، تبتدي العدو فعلا تدخل ثعالب صغيرة ويدخل ويبتدي يهد في الأسوار بتاعة حياتي. بس أنا عايز أسأل كل حد بيشوفنا النهاردة، أخبار أسوار حياتك الروحية إيه؟ أخبارها عاملة إيه؟ أسوار حياتك اللي أنت باستمرار بتصلي لأجلها وعايز تعليها عشان تاخد نصرة على العدو باستمرار. يا حضرة الأسيس، أنا دايما أعلي الأسوار على بيتي، أعلي الأسوار على عربياتنا، أعلي الأسوار على حياتنا الروحية أولا. أولا أقول له حياتنا الروحية يا رب، نعلي الأسوار على مستوى الروحي أولا، والمستوى الجسدي مضمون فيك. اوعى يكون في سور مهدوم في حياتك، اوعى يكون في ثغرات في السور بتاع حياتك بتدخل ثعالب صغيرة مفسدة الكروم تضيع حياتك الروحية وتهبطك وتبقى مش قادر تصلي، مش قادر تاخد نصرة، مش قادر تاخد قوة. خلونا نرنم مع أختنا شيري ونفرح بالرب ونقول له تعالى ابني أسوارنا المنهدمة يا رب في اسم يسوع. أمين. اسم الرب. ما فيش شك ان احنا اقوياء بإله السماء. أمين. والقوة دي ليست مننا وليست لأجل شيء صالح فينا، لكن لأن هو اشترانا بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح المعروف سابقا قبل تأسيس العالم. هو اللي لما قبلته قال أنت ابني وأنت بنتي، أنا اليوم ولدتك. هو اللي جعلنا أولاد، هو اللي جعلنا ملوك وكهنة، هو اللي ادانا سلطان على مملكة الظلمة. عارف يا حضرة الأسيس، لما نصلي مع حد عليه روح نجس بيترعبه من الروح القدس اللي ساكن في ضعفنا،
واستخدام سلطان اسم الرب. ايه ده اسم الرب برج حصين يركض اليه الصديق ويتمنى. عايزه اقول لك انك لما تكون في المقادس مملكه الظلمه بتخاف منك، لان الذي فيك اقوى من الذي في العالم. أمين. والذي معك اقوى من الذي عليك. عشان كده اوعى تبعد عن المقادس. نيجي للوعد يا حاج القسيس. ايه الوعد اللي الرب يدهلنا لما الاسوار بتاعتنا تبقى عاليه ومنصوبه قويه؟ الرائع في سفر نحمية بيسموه سفر عملي، زي ما عندنا سفر حكمه في امثال، عندنا سفر عملي بتاع شغل. والصلاه الحقيقه شغل، حركه روحيه. طبعا يتقال عن واحد انه مجاهد لاجلكم في الصلاه. صح. بفراس مجاهد. فالصلاة جهاد. هل في المسيحية في جهاد؟ في المسيحية في جهاد. بولس الرسول يقول جاهدت الجهاد الحسن. ويقول عن واحد أنه كان يجاهد من أجلكم بالصلاة. فالصلاة نوع من الجهاد، الخدمة نوع من الجهاد. لكن مطالبين أن يكون في سور. بس الحقيقة بما أن العنوان اللي الرب عطوه لك بعد العنوان الكبير حراس على الأسوار، أن وصية ووعد. الشيء الملفت للنظر لما الرب بيتكلم في نحمية إصحاح 2 عدد 20، بيقول الرب تعبير أو على فم نحمية، يقول إن إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم. الغريب إن هنا الوعد قبل الوصية. الوعد قبل الوصية. يعني ما قالش نقوم ونبني، بيوصي قوم وابنه وإله السماء يعطيكم النجاح، لكن ده بيقول الوعد إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم. فإدى الوعد، إدى الضمانة، إدى الشيء اللي يشجع. عارف حضرتك في فيليب مثلا بولس يقول عن قوة قيامته وشركة ألامه. صح. يعني يحط الأول قوة القيامة وبعدين شركة الألام. المفروض الألم بيؤدي للموت، والموت الرب يجيب بعد كده قيامة. راح كلمنا على القيامة قبل الألم، وكانه بيقول علشان تحتمل الألم استمتع بالقيامة واطمن. أيوة. ان في وعد الاول. مرات وعود الله تسبق وصايا الله، ومرات الوصية اكرم اباك وامك لكي تطول ايام. فالوعد يلحق بالوصية. أيوة. لكن هنا آية من الايات الوعد يسبق الوصية. علشان يقول لي وانت رايح تبني اطمن اله السماء يعطيك النجاح. مجدا للرب. قبل ما تبني، قبل ما تحط ايدك، قبل ما تخدم، وانت رايح تطقطق باقدامك. صح. هملكك. وانت رايح تصلي هستجيب لك. وانت رايح هترنمي هفرح بتسبيحاتك واستثمن محرقاتك. مبارك. وانت اسمك. بتقدم حاجة في الميديا، وانت بتعمل حاجة بسيطة خلف الكواليس والستار. اطمن الوعد بيقول قبل ما تعمل الوصية انا هستجيبك، انا هستخدمك، انا هباركك. هنا ادى الوعد. ما هو الوعد؟ اله السماء. وخلينا اقف عند الوعد اللي يشجع. أيوة. اللي يشجعني وانا رايح ابني ان بتعامل مع اله اسمه اله السماء. يس. اللي اتقال عنه وقال عن نفسه دفع الي كل سلطان. أيوة. دفع الي كل سلطان السماء في السماء. يعني اله السماء عنده كل السلطان. انا بتعامل مع واحد مش عادي. صح. انا بتعامل مع اله فوق كل الرب الهنا فوق كل الالهه. طبعا اسكتوا قدامه يا كل الارض لان الرب اله الالهه قد تكلم. صح. فالارض تعمل ايه لما هو يتكلم؟ تصمت. تصمت. مش مقصود طبعا الارض الارض. لكن كل سكان الارض. سكان الارض. كل سكان الارض. فهنا انا داخل على بناء، ان كان في بناء وان كان في بناء، لكنني أؤمن أن النجاح من إله السماء. السماء. فأنا بتعامل مع واحد مش عادي، واحد فوق الكل. فقال إله السماء يعمل إيه؟ يعطينا النجاح. وإحنا رايحين نبني مطمنين أن لينا النجاح. ضمنين. بس في شرط كمان أقدر أقول في صيغة شرط. ونحن عبيده. إذن علشان أستخدم في البناء لابد أن أكون عبد. نقولها الله يباركك. يس. الحقيقة بخجل كتير لما أشوف ناس يقولك لا ما تقولش عبد. إيه؟ ليه؟ هو هو أنا أستاهل عبيد الله أبقى عبده؟ طبعا طبعا. يقولك ده لغة العهد القديم.
طب خلينا أقول لي اللي بتقول لغة العهد القديم. قال لهم بعد ما غسل رجليهم أنتم تدعونني سيد. لا هو قالها كده بالضبط كمان في يوحنا 13 اختصاله. أنتم تدعونني معلما وسيدا وإن كنت أنا كذلك حسنا وإن كنت أنا السيد والمعلم. طبعا هما بيقولوا معلم وسيد. قال لهم على فكرة علشان أبقى المعلم لازم أبقى الأول السيد, السيد. ورح أعاد ترتيب الآية لكن روعته روعته نفى أن يكون سيد ولا أيد أن يكون سيد؟ أيد طبعا. فوأنا ببني أنا ببني وأنا عارف أن أنا. طب ليه بيقول عبيده؟ عايز أقول في مقاول, بلاش مقاول, في مهندس تخطيط عظيم اسمه المسيح يعمل فيا من خلال عمل الروح القدس. yes. فأنا ببني باخد التعليمات من المهندس طبعا علشان أبني. فده الوعد أنك تبني وأنت مطمن أنه هو ضامن. إله السماء ضامن تحقيق العمل اللي بتعمله. مبارك مطالبين اسمك. أننا نبني. لو تفتكروا كان في وصية في العهد القديم لما تاخد بيت جديد وتدشنه لابد أن تبني له سور. ويقال أن ده واحدة من الأسباب اللي أسقطت داود ان ما كانش عامل سور فبالتالي قدر يبص عصر. او بيت أورية ما كانش في سور فنظرت امرأته ورؤت امرأته. ايا كان, ان كان تقصير من أورية او تقصير من داود لا نسقط. اصلي ان احنا كمان ما نقعش في الامر ده كده. يكون في سور لحياتنا. ايه فايدة السور بنبنيه ليه؟ السور يحافظ على الارض, يضع حدود للارض. ايوه السور طبعا. لما يبقى في ارض هنا وارض هنا الاسوار بتحط زي سور الصين العظيم اللي كان مبني كان الأسوار دي بتبني بتحط حاجز. حدود للأرض. أيوة. وإحنا محتاجين وإحنا رايحين نبني معنا وعد أن سينجح الرب طريقنا. لكننا نحتاج أن نضع حدود للأرض, أرض حياتي ما سيبهاش مطمع للعدو. حضرتك وانت في بداية الحلقة كنت بتقولي نبني السور علشان السعالب صغيرة الصغار. ممكن أبقى بني السور بس سايب فيه فتحات وقد أستهين بالفتحات لأنها فتحات صغيرة. يا عزيزي الثعلب الصغير لا يحتاج إلى فتحة كبيرة. صح. من فتحة صغيرة يدخل بس أيوة. مشكلته بيدخل صغير ويكبر جوه. جوه بيعمل ايه في الكروم؟ يقعد ياكل في الكروم. بيعمل حاجتين يا اخت سلوى, ياكل ياكل فبطنه تنتفخ ما يعرفش يطلع من الفتحة الصغيرة. أيوة. فيقعد جوه تاني لغاية لما يهضم اللي كاله فيلاقي روحه جاع يروح ياكل تاني واخر ما ياكل يفسد. عارفة بنقول كلمة بسيطة اللي ما ياكلوش يسممه. يعني اللي ما يعرفش يلتهمه من حياتي يفسدهولي. أصلي من قلبي أن تقام الأسوار باسم يسوع. وعندنا وعد بنعمة الرب أن هناك نجاح من إله السماء طبعا. عندما نبني الأسوار طبعا طبعا. وإحنا بنبني ونشيد الله يدينا نسد كل صغرة على إبليس. وطلبت من بينهم رجل ليقف أمامي في الصغر. صح. النهاردة أصلي أن كل حد فينا بنعمة الرب تكون حضرتك وحضرتك اللي بتسمعني تكون واحد من اللي الرب بيقيمهم على الأسوار. حراس على الأسوار. بس وانت رايح للأسوار صلي أن أسوار العالم تسقط. وصلي أن الرب يديك نعمة تبني. وبعد ما تبني تحتاج أن تكون حارسا على الأسوار. من اللي أقامهم الرب في أشعياء 62 على أسوارك أقمت حراسا لا يسكتون. أتمنى أن نسمع حاجة مع الأخت شيري كمان بنستمتع بتسبيحاتها وترنيماتها. حلو. وأكمل مع حضرتك فكرة تانية. أمين. تفضل يا شيري. الحقيقة فعلا كلام رائع جدا محتاجينه جدا يا أسيس أن الرب يبني أسوار حياتنا المنهدمة. معانا الوعد ومعانا الوعد زي أنا افتكرت لما الرب قال لإبرام أباركك وتكون بركة. yeah. فجه الوعد قبل الوصية. فقلت يا ما أروعك يا أبي. هللويا. أنا راجع تاني وهعهد ملايين.
من جديد هرجع وأتوب أنهض وأقول هنسى معاك ضعفي وأقول أسوار وبنادي بإيماني وبأغاني بكلامي بترنيماتي يسوعي هيكون نور أعلاني أنا هرجع لك من تاني ده أنا راجع لمكاني واقف على الأسوار حياتي علشان الناس تشوف فيها يسوع مش بس لساني أو كلماتي لكن أعيش تسبيحة ليسوع أسهر وأصلي فاكر رسالتي واتعلم ربي تاني الانتظار واحيا شهادة مسحة وإرادة وتفيد حياتي دايما بالثمار أسوار وبنادي بإيماني وبأغاني بكلامي بترنيماتي يسوع يكون نور أعلاني مبارك اسم الرب. أسيس في خمس دقايق باقيين عايزين كلمة أخيرة للمشاهد وتصلينا إن الرب فعلا يعلي الأسوار بتاعت حياتنا ونقدر إن احنا نعيش في ستر العلي وفي ظل القدير ونقدر نخدم مش بأسوار منهدمة ولا فيها ثغرات عشان خدمتنا تبقى أكثر نجاح وترضي الرب. أمين. احنا تكلمنا على الوعد أن يعطينا النجاح والوصية نقوم ونبني. بس خليني أقول في الوعد بيقول يعطينا النجاح. نفسي أوضح ولو في نص دقيقة أو دقيقة وأصلي إيه فكرة النجاح. الناس بتفهم إن النجاح تكون وتكون في مركز كويس، تعليم كويس، إمكانيات مادية كويسة، شهرة كويسة، عربية كويسة، ده بيعتبروه أو رجل أعمال كويس. الحقيقة النجاح بمنظور كتابي إلهي يقول عنه كلمة الله في أشعية 53 عن الرب يسوع بروح النبوة. أشعية 53 اللي بيتكلم عنه أما الرب فصر بأن يسحقه بالحزن. لكن يجي في آخر الآية دي في عدد 10 يقول ومسرة الرب بيده تنجح. وكل ما يصنعه ينجح. إيه هو النجاح مفهوم كتابي في دقيقة؟ المفهوم ان النجاح ان اكون بعمل اللي ربنا عايز نعمله، صح؟ مش حاجه تانية. قد يكون كبير او صغير، بالظبط. قد يكون مشهور او مغمور، بالظبط. انك تعمل اللي ربنا عايزه هو ده نجاحك. تعمل اللي على قلب ربنا ليك، صح. وانت بتعمله ثق ان اله السماء يعطيك نجاح النجاح، صح. فلما بيقول يعطينا النجاح يلا اتحرك بقى اعمل اللي ربنا عايزه وانت بتعمله ثق أنه سينجحه الرب. Yes.
صح. وكل ما يصنعه ينجح. يتقال بقى عن يوسف أيوة. أن كل ما تمتد إليه يده كان ينجح. الرب ينجح. ينجحه مش أنا اللي هنجح ولا أنا اللي هنجح، لكن هو اللي هينجح عمله فيا. أصلي من كل قلبي أن الرب يعمل معنا كده. خلينا أصلي عزيزي المشاهد معاك لأجل أمرين، أنك تبني أسوارك وأنك توهب من الرب النجاح من قبل البداية، يكون عندك اليقين. بارك اسمك. أمين. إله السماء بنباركك. هللويا. لأنك ساكن فينا. لما قال عبيد والصحراء بتوع الملك في دانيال، قالوا الطلب اللي انت بتطلبه ده عايز إله سكناه ليس بين الناس. يس. بنشكرك لأنك انت الإله اللي سكناك ليس بين الناس. لكن صرت بين الناس. وجيت أرضنا وشرفت بلادنا وشرفت حياتنا وشرفت أن نكون نحن هيكل الله وروح الله ساكن فينا. بباركك لأن اللي ما كانش بين الناس يتكتب عنه أنه حل بيننا. هللويا. ورأينا مجده. حليت بيننا، نصبت خيمتك بيننا حبيبي، وصرت واحد من الناس. شبهنا في كل شيء ما عدا الخطية. نعم. أشكرك لأنك بقيت مننا وشبهتنا في كل شيء واحتفظت بأنك أنت القدوس يا حبيبي. عشان كده بنتكل بالنعمة عليك. أيوة. بصلي يا رب أن تقيمنا حراس وتقيمنا بنائين. نعم. زي ما بولس قال فلاحة الله بناء الله. ساعدنا نبني بحجارة كريمة. أيوة. وبذهب وفضة. أيوة. ولا تسمح للقش ولا للخشب. أمين. ولا للعشب يكون المواد اللي بنبني بيها، لأنها ستحترق. لكن خلينا نشتغل في السمين. أيوة. وخلينا نشتغل في الحاجات اللي ليها قيمة. أيوة. ونعرف أننا مكلفين سفراء نسعى عنك باسم يسوع يا رب. تصالحوا. أيوة. مع الله. أيوة. بصلي يا رب لأجل كل حد مرة تاني حبيبي. بنأيد الصلوة الأولى من أجل السعودية. نعم. ومن أجل مرضى الكبد يا رب. بكل أنواعه يا رب، يا رب. وصعوباته وتكلفته. اوصل بلمسات حياة. نعم. في اسم الرب يسوع المسيح ولك كل المجد. آمين. مبارك. آمين. اسم الرب. رب رائع، رب عظيم. يلا كلنا نتفق، كلنا وكل واحد يبني السور بتاعه زي ما كانوا في أيامنا حمية. كل واحد بيبني السور اللي قدامه. يلا نبني أسوار حياتنا ولا نكون بعد عارا. رب يحفظنا إننا ما نكونش عار ونجلب عار على اسمه، بدل ما نجلب مجد عليه وعلى اسمه القدوس اللي دعيا علينا. شكرا ليك يا حتى الأسيس. الرب يباركك ويتمجد معاك ومن قوة القوة. والرب يديك أوقات رائعة في مصر في الكنيسة ومع شعبك في اسم الرب يسوع ومع أسرتك. طيب معكم. الرب يباركك بكل بركة. شكرا ليك يا شيري. الرب فعلا بيباركنا عن طريقك بشكل غير عادي. الرب يحفظك ويتمجد معاك في اسم الرب يسوع. أحبائنا المشاهدين، وصلنا إلى نهاية الحلقة، وفعلا روح القدس باركنا جدا وتلمسنا مع حضوره جدا، فبالتالي حضراتكم اتباركتوا معانا وتلمستوا مع الحضور الإلهي معانا. ربنا يبارككم ونلتقي بكم إن تأنى الرب في مجيئه الأسبوع القادم، وحلقة جديدة من حراس على الأسوار. والرب معكم ويحفظكم، وإلى اللقاء.